أنا اسمي علي حسين، طالب إماراتي أدرس في الجامعة الأمريكية في دبي، أدرس هندسة المدنية وعمري 22 سنة. حياتي المدرسية بسيطة، يعني ما في وايد انشغالات من برا الأشياء الثانية يعني، لكن في الجامعة لازم تنظيم وقت. في الجامعة أكثر ضغط، فتتعلم المسؤولية أكثر من حياة الجامعة. أنا أشوف أن برنامج الغرير للمفكرين اليافعين وايد تساعدهم أن يختارون التخصص المناسب لهم، لأن في وايد طلاب يدخلون التخصص لأن يسمعون أو يشوفون أن هالشيء حلو أو سهل، لكن يوم تدخل التخصص كل شيء غير.